فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما يخبرنا قائد الطائرة أننا سنتجاوز أو سنحاذي الميقات بعد قليل، فهل يؤخذ بقوله في المحاذاة حيث إن السرعة كبيرة جدا، أم يتقدم في الإحرام؟ من حين يقول لهم ترانا قريب من الميقات يحرم، يتهيأ ويحرم لئلا يتجاوز الميقات. هم ينبهونه قبل من باب الاحتياط، ينبهونه من قبل، هذا طيب منهم لأجل الاحتياط، ما يتجاوز الميقات بدون إحرام. ومن حين يقولون هذا يتهيأ للإحرام ويحرم. نعم.